بداية عام 88 وقف لبنان على مفترق طرق، ففي هذه السنة كانت ستنتهي ولاية الرئيس أمين الجميل، وانهمكت البلاد بالتفكير بالرئيس العتيد الذي وفقا للاتفاق الشفهي الذي قام على أساسه لبنان يجب أن يكون مسيحيا مارونيا. طرح العديد من السياسيين اللبنانيين نفسه مرشحا، إلا أن انتخاب رئيس للبلاد لم يكن مسألة محلية، إذ كان من الضروري أخذ العوامل الإقليمية والدولية في الاعتبار، وعلى وجه التحديد النفوذ السوري والأمريكي. لم يكن لدينا مرشح أبدا، تلك كانت من الاعتقادات الخاطئة في صيف 88. لم يكن هناك مرشح أمريكي، لم يكن هناك واحد أبدا. أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية كان قائد الجيش اللبناني. اجل عندي ضابط صديق وكثير يعني بذكره سفع اليوم خارج السلك، اسمه العقيد طلال فواز، وكان هذا العقيد من اصدقائه للعماد ميشيل عون. قال لي انه العماد ميشيل عون بيرغب يزور دمشق، وبدي يحكي وياهم ويتحدث وياهم. انا نقلت الرغبه هاي وصار في حديث طويل يعني تقييم للوضع، وبالفعل تمت الموافقه ووجهت له دعوه وطلع إلى هناك. وقت الرجع مشهورة هاي، جمع الضباط بوزارة الدفاع باليرزي وأشياد بسوريا وهجم النظام، هجم الحكم وتضيع منه أمين الجميل، وإجا بده يقيمه يومتها، بعت مشروع مرسوم للدكتور سليم الحص بإقالته وتعيين العميد أنطوان بركات. فالسوري ضغط حتى ما يصير هالشي، ورجع مرة تانية طلع كمان. البير منصور هو حمل مشروع برنامج العماد عون للسوريين، وأنا كنت حاضر يعني حضرت بناقشت البيان البرنامج يعني في بلودان بمنزل السيد عبد الحليم خدان نائب الرئيس وعلى مائدة غداء، وكان برنامج يعني حافل بالمفاجآت وبالتطورات يحوز على رضا سوريا؟ في جانب منه كبير حاز على رضا سوريا يعني. هو يغير، فالموضوع مع الأمريكان هو أنه بعتوا لي بدهم توصيات أني أدخل بالحل السوري مثل ما هو حاليا، مثل ما صار الهراوي صار. قلت له لبنان لا يمكن أن يفاوض على شيئين، عسيته واستقلاله، وهذه المرسلات خطية موجودة بيننا وبينهم. نحن طرحنا تعامل على طريقة يعني تقريبا على نموذج فؤاد شهاب مع عبد الناصر، بعتقد انه كان في طروحات ونماذج مقدمه غير من يعني اقرب للمقبول منه. هذا اللي بعتقده يعني. ما كان في موقف مبدئي من ميشيل عون؟ لا، ما كان في موقف مبدئي من ميشيل عون، ولا كان في موقف مبدئي من ميشيل عون منهم يعني بالمناسبه، لحتى يعني ما يصير في غلط. يعني الموقف المبدئي اللي صار من السوريين من قبل ميشيل عون كان متأخر، يعني كان متأخر مش أساسي، وكان له صلات فيهم من قبل. هو يعني هو بيعرف العماد حكمة الشابي ومتصل فيه من قبل، وفي بيناتهم اتصالات وقت اللي كان قايد جيش سابقة. قلت له الصف الخير، انت بتحكي بغيابي ما بتحكي باسمي، فيك تحكي عني بس ما فيك تحكي باسمي يا البير. هذا كل النواب اللي حكيوا معي بهالموضوع قلت لهم حرين تحكوا باسمهم، ممكن تقول عني ان انا زلمة صالح كون رئيس جمهورية، اوكي هذا رأيكم، بس ما تقولوا الجنرال عون بده يعمل رئيس جمهورية. محسن دلول حكيوا ضباط معه بيخصوني بحبوني، ان كانوا بينبسطوا كثير يشوفونا رئيس جمهورية. انتبه بس انا اذا مثل ما قلت له حتى نكون واعيين، يعني اذا بدهم ينتخبوني رئيس جمهوريه بدون شروط، ايه بتحمل مسؤوليه، بتحمل مسؤوليه، لانه ساعتها بصير عيب يهرب من مسؤوليته واحد اذا بيلاقي في نداء له. بس انا حتى اطرح حالي لمركز المسؤوليه ما بدي، انا المسؤوليه يعني شرف انه احملها واحد، بس انا ما بستفيد منها، انا بتكلفني كثير تعب وكلفتني، انا كلفتني. كانت الأحزاب اليسارية والإسلامية في البلاد متفقة إلى حد كبير مع سياسات دمشق في لبنان. في بيروت الشرقية كان الوضع مختلفا، فمنذ الإطاحة بالاتفاق الثلاثي برز سمير جعجع قائد ميليشيا القوات اللبنانية زعيما رئيسيا في الوسط المسيحي المعارض علنا للوجود السوري في لبنان. Our existence
إن وجودنا كمسيحيين يتعرض لخطر دائم، وخاصة من قبل عدونا سوريا. سوريا هي عدونا الأول، علينا أن نحاربها وأن نكون أقوياء كمسيحيين ولبنانيين دائما في بلدنا. As Christians, as Lebanese, in our country and for always. بدأت مفاوضات بين مسيحيي لبنان وسوريا عبر الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. طرح الرئيس الأسبق سليمان فرنجية نفسه مرشحا وأيدته دمشق، إلا أن فرنجية كان مرفوضا من قبل الأطراف كافة في بيروت الشرقية التي اعتبرت أن سوريا تريد تعيين رئيس للبنان. يروي لي سيد خدام، كان قبل مورفي إجا شولز وحكي عن تسوية بالمنطقة وحكي بإيجابية عن سوريا، تذكر وقت إجا مورفي تيحكي بالانتخابات اللبنانية سألوه السوريين، بيقول لي عبد الحليم خدام أنه هو سأله بالأول قبل ما يشوف الرئيس الأسد أنه ماذا عن نقاط اللي أثارها جورج شولز بزيارته الأخيرة المتعلقة بالتسوية في المنطقة. مورفي قال لهم لا، يعني مع عبد الحليم خدام لم يقدم جوابا. بيقول لي خدام انه قال ربما اذا التقى الرئيس الاسد بده يحكي هناك. مع الرئيس الاسد ما قدم اجابات، فرجع سألوا عبد الحليم خدام مره اخرى لمورفي. هذه المسائل نقطه 1 2 3 4 المتعلقه بالتسوي، ماذا عنا؟ قال له انا ما عندي جواب. قال له ليش بدك تجيب جواب؟ قال له انا رايح بكره على واشنطن وخلال أسبوع بيكون عندكم الجواب. انتظروا السوريين أسبوع، بعد الأسبوع يوم يومين ما إجا جواب من أمريكا. اتصلوا السوريين بالرئيس فرنجية، طلع على الشام ومن هنيك أعلن ترشيحه للرئاسة. وقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضد، والجيش وقف ضد، والقوات اللبنانية وقفت ضد إذا بتتذكر، وصارت المعركة معركة نصاب. أنا أعتقد أن السوريين كانوا عارفين أن سليمان فرنجية لن يصل، ما زال الأمريكان ضد، ولكن كان هالشي تعبير عن عدم التوافق السوري الأمريكي. في 18 من آب أغسطس وقبل نحو شهر من انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، قاطع نواب المنطقة الشرقية جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بينما وجهت اتهامات للجيش اللبناني وميليشيا القوات اللبنانية بإعاقة وصول النواب من بيروت الشرقية إلى مجلس النواب الواقع بين شطري العاصمة. ما كان لي دور تعطيلي ابدا، دوري تعطيل ابدا، بس انا رفضت الاسلوب، يعني انه ما راح اتدخل بالموضوع حتى امن انتخابات تعينت نتيجه تعينت من سوريا، يعني بدون ما هي معركه. اعلنوا رئيس المجلس انتخابات بتاريخ كذا، المرشح الوحيد سليمان فرنجي، تعال انتخبوا. ما حدا قطع الطريقه حدا، النواب بيكذبوا خطرات. في نواب تلفنوا لنا قالوا لكم دخلوا لكم حطوا لنا حاجز منعونا لان ما عندنا عذر بكره ما نروحش على المجلس. ساهموا كمان بتعطيل جلسة انتخاب الرئيس مثل ما ما فيش الكل تقريبا ساهموا بهذا الشيء. الكل ساهم. قام ريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية الأمريكي بجولات مكوكية بين بيروت ودمشق في محاولة لإيجاد تسوية تسمح بانتخاب رئيس توافقي للبلاد. وجد ميرفي مهمته في دمشق شاقة للغاية. أولاً إقناع السوريين بأنه لا يوجد مرشح أمريكي شيء لا يصدق، فالقوى العظمى عادة لديها مرشحون. ثانياً الجهد المتواصل للوصول إلى اتفاق يؤمن انعقاد انتخابات، وإقناع السوريين بأن هناك عدداً من الشخصيات اللبنانية، اللبنانيون على درجة من علو الكعب والقدرة لا يكونوا معادين للمصالح السورية يمكنهم أن يتبوأوا سدة الرئاسة. كما شعر ميرفي بلا مبالاة سورية إزاء موضوع الانتخابات. في تلك الفترة كنا مهتمين بحصول الانتخابات أكثر من سوريا، شعر الأسد بأن لا فارق بين حصول الانتخابات وعدم حصولها. أعتقد أن بالنسبة للقرار السوري كان هناك نوع من الاضطراب، الارتباك، عفوا تسميه الارتباك
ما هي المرحلة التالية؟ ماذا بعد أمين جميل؟ كان الاقتراح السوري أن يطرح المسيحيون أسماء أربعة مرشحين تختار دمشق منها واحدا. كان أمريكا عم بتلح أنه قدم طلبات للرئيس أنه رئيس الأسد، فاعتبرت أنه لا يعني ما بعرف، اعتبرت هذه إهانة لي أنه أقترح هيك أمر، أو أنه يكون في نقدم أسماء يعني لا بالشكل لا بالمبدأ يعني شيء طبيعي. تحت الإصرار الأمريكي قلت له، كان جون كيلي وقتها وزير، كان سفير جون كيلي، وكان إلي سالم ما بقى وزير خارجية، كان مستشاري للشؤون السياسية. قلت له لإلي سالم تجتمع أنت والسفير كيلي، لأن السفير كيلي هو عم بيراجعني بهالموضوع، تجتمع أنت والسفير كيلي وأنت بتعرف شو التوجهات، بتعرف شو رأيي، وبتعرف كيف أنا يعني بفكر بقضية رئاسة الجمهورية. عاد أنت استعرضوا كل الأسماء، أسماء اللي ممكن تكون هي مرشحة للرئاسة، وأنا بعطي كارت بلانش لإلك الشيء بتتفاهم أنت والسفير، خلي السفير ياخذ هالفكرة هيدي، هو يعرض بقى الأسماء اللي بده إياها. يعني بنكون بغير طريقة غربلنا الأسماء، وضعنا هالغربلة هيدي بتصرف السفير كيلي على أساس ضمن هذا بعد هالغربال هذا أي إنسان بي 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 عنده حظ فنحن بنمشي معه. أن تحمل أمريكا أربع أسماء وتفرض على سوريا أن تختار واحد بينهم، بالتأكيد كما أعرف السوريين سيختارون الخامس. رفضت سوريا الأسماء التي طرحها المسيحيون، وأبلغت ميرفي أن مرشحها هو نائب لبناني يدعى مخايل الظاهر، وإلا فستؤيد ترشح فرنجية. قلت له لميرفي، قلت له أنا مخايل الظاهر بحترمه، ما عندي مشكلة معه، ورجل طيب وبعرفه نائب بمجلس النواب، زميل كان إلي بمجلس النواب، ورجل وطني ما عندي اعتراض عليه، اعتراض شخصي، بس بعتقد بالأساس وبالشكل رح تلاقي اعتراض كبير على الساحة اللبنانية، وهذا بصراحة يعني الكلام واضح كان مع ميرفي بالتعبير أنه أنا ما عندي اعتراض، بس رح تلاقي إشكال على بالشكل وبالأساس. عندما غادرت دمشق وذهبت إلى بيروت في ذلك اليوم، فهمت أنه إذا كانت الانتخابات ستحصل، وهذا ما قلته للبنانيين، فمرشح سوريا هو مخايل الظاهر. لم أشعر أن دمشق تؤيد فرنجية. لم يكن سرا أن الرئيس الأسد كان يحترم سليمان فرنجية، والعكس صحيح، وأن الرئيس الأسد كان قد وفر المأوى لفرنجية في يوم من الأيام. أنصت الأسد لملاحظاتنا وشرح موضوع صداقته لفرنجية واعتقده بأنه زعيم فذ ولم يلزم سوريا بمعارضة ترشحه، ولكن وفي الوقت نفسه أبلغني أن المرشح هو مخايل الظاهر وإلا فلن تحصل انتخابات. عاد ميرفي إلى بيروت من سوريا، صار في ثلاث اجتماعات في آن واحد، ميرفي مع الرئيس جميل، أرسل مساعده للاجتماع بنا، وأرسل مساعد آخر للاجتماع بالجنرال عون، وتمت الاجتماعات في آن واحد، وكان الكلام واحد أنه ميرفي حاول بكل جهده أن يمرر أحد الأسماء الأربعة، ولكن دون ما جدوى. رئيس الأسد بأول مفاوضات أصر أنه ما دام الرئيس سليمان فرنجي مرشحا هو لا يستطيع إلا دعم الرئيس فرنجي. بعد ما استنفد بالمفاوضات هذا الأمر، نائب الرئيس عبد الحليم خدام فتح له نافذة قائلا له إذا تقبلوا بمخايل الظاهر ممكن أنه نمشي.
وصل ميرفي إلى بيروت ونسب إليه قوله إما الظاهر وإما الفوضى. قوبل هذا بمعارضة مسيحية فورية. كان التسويق الأمريكي سيء، يعني عندما يقولون هيك كان يسوق الأمريكيين أو الظاهر أو الفوضى كأنهم يتحدون شعور الناس، وأنه كأنهم عم بيقولون اختاروا الفوضى. I didn't say, and I think your research shows. لم أقل إما الظاهر وإما الفوضى. وأعتقد أن أبحاثكم لطفي جابر وب